الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواتي في الله، اليوم سوف نتكلم على موضوع بالغ الأهمية، وهو موضوع السحر الذي تعاني منه أو يعاني منه كل مغربي أو كل عربي أو كل إنسان فوق هذه الأرض أو أي مخلوق، إما يعاني بسحر الرش أو بسحر التوقيف أو بسحر النزيف أو بسحر العكوسات أو بسحر المحبة أو بسحر الجلب أو بسحر التهييج أو سحر الربط تخاف أو سحر التوكيل. واليوم سوف نتكلم على جزء من 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 عالم السحر، يعني رقم واحد حرف ألف. مثلا سوف نتكلم على سحر الرش في الأبواب، يكون سحر خفيف وخدامه يعني شياطين من النوع الصغير. سوف أبين لكم وصفة تقضي على هذا السحر، وهي وصفة الملح. هذه مثل هذا الملح الذي ترونها أمامي من حجر، ثم الخل موجود في كل دكان وموجود في كل بيت، ثم الماء مقروء عليه صورة الدخان 7 مرات، ومقروء عليه صورة الصافات مرة، ومقروء عليه صورة الجن مرة، ومقروء عليه صورة الفلق 7 مرات، ومقروء عليه هذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، نور وحكمة وبرهان، حي قائم لا ينام، لا إله إلا الله أدم صفي صفوة الله، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لا إله إلا الله موسى كليم الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله، لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ورسوله. ثم تقوم بالرش المكان الذي تجد في ذلك السحر مرشوش، إما سائل وإما لزج. في بعض الأحيان السحرة يستعملون الأشياء اللزجة، لذلك المواد التي يصنع من السحر تكون مواد كيميائية لزجة. وبعض الأحيان يقوم الساحر الفقيه بكتابة جدول حرز ثم يدوب في الماء ثم يرمى.